هل من كرة ثانية؟ هذه ثابتة الآن، لكن الكرة بتخلص. بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مباراة كانت كبيرة جدا. سجل الشباب بنيطة الكاميرون يلعب كرة أمامية، الذي يرغب بالعودة على أقل تقدير من نقطة. عديد من الأسماء الحاضرة في قائمة المدراء لدى أحد، شاهدنا ركن الحافظي. كثيرة وأحداث جديدة في المواجهة الآن ما بين الدفاع، يتدخل ببراعة لإنقاذ الكرة الماضية. عادت النصر يأتي إلى هنا قادما من فوز على الاتفاق. النصر بعد صدارة الهيئة في الدقائق الأولى، تراجع شبابي شاهدناه في مباريات سابقة كتكتيك واعتماد على الكرات المرتدة. الآن هذه الكرات المرتدة لفريدي في الجهة اليسرى، موسى ممكن العرضية، الآن تصطدم الكرة، تعود خطورة شبابية كانت غير موجودة في الشوط الأول. الكرة تتحول الآن إلى خارج، جوليانو لمسة في مكان لويز، يضغط خطفها أنطونيو لويز لمصلحة فريق إبراهيم غالب. عوض خميس أداء كبير في الشوط الثاني، ولكن الكرة حتى الآن فريق يبدو بصورة إيجابية خلال ثمان نقاط بين اللاعبين والاستحواذ على الكرة 50% في الكرة للأمام. واصل إصابة والآن يحل محل خالد الكعبي، الكرة ملعوبة لصالح نادي الوحدة. طبعا أبو بكر أمارو اللاعب اللي نزل طبعا هو كاميروني وهو مهاجمه بدون خسارة. الكرة بتصل إلى من جديد مرة أخرى، ياسر الشهراني بيرسل الكرة في مكان، لكن الكرة أيضا بتتخلص. الآن سجلوا هجودة أو حتى في الدوري الممتاز هو أكثر ب 37 حتى عطوة قلت المرة دي هتم بهبري بيحاول، ولكن عبد الله الشامخ أمامية عند ناصر محمد عطوة من قدامه، لكن ترد من أوليفيرا. نتكلم عن الشباب، شباب الأرقام، شباب الألقاب، شباب اللي كنا نقول دائما. نقلة باتجاه ماجد هزازي تمريرة، لكن باتجاه بنغورا الكرة إلى الأمام، تغطية دفاعية موجودة والكرة سهلة إلى فاروق. منصور حمزي بمحاولة فتحوية لكنها خاطئة لا زال يلعب الكرة إلى أسبريا، بيحاول أسبريا أن هو يعدي قدامه المرة دي أرية الملعب. الشباب عز والعز للشباب، وضربة حرة با مسعود يلعبها على حدود المنطقة. ويفا يسدد ولكن الدفاع رجع لكريم الأحمدي، ولكن برافو لويس سوزا لعمر المزاعل. عمر المزاعل يلعب الكرة في ظل الضغط كده، باص في مساحة حلوة لكريم الأحمدي، بيدور على باص ولكن ضغط عليه كويس جدا بلاعبي نادي الاتحاد. وهنا بقى كريم الأحمدي اللي بيحاول ينفذ الدور، ولكن لويس سوزا قطعها منه. هتان واقع على الأرض، لعب الكرة في اليمين Ferraz. Bola ficou ok. Patinho do Ademir. Ele já recupera de novo. Bola marota. Goleiro ficou bolado ali. Ganhou tiro de meta, hein? Vem aí o pedido da galera. Vem aí o Rede. Tenta a jogada no meio. Cara, aí uma melhor sorte no jogo. Placar do primeiro tempo. De 1997, portanto, 20 anos, começou nas categorias de base da.